لأن الراحة والاستمتاع نابع من داخلنا، فبإمكاننا نحن نستمتع حتى لو إحنا قاعدين في البيوت، حتى لو قاعدين في حوش البيت، مو بشرط على البحر. لا تنتظر أحد يجلب لك السعادة، أنت أسعد نفسك بنفسك واستغل الفرصة واستمتع قدر المستطاع. نعم لا ننكر أن في أشخاص مجرد أنك تشوفهم تحس بسعادة، مجرد أنك تسمع صوت تحس بسعادة، مجرد تتذكرهم تحس بسعادة، ولكن السعادة من داخلنا أول. الشخص يسعدك، الشخص يحزنك، الشخص يأخذ بيدك، والشخص يتركك ويروح عنك. لا تحزن، لأن أنت أيضا تعتبر من ضمن هذه الفئات مثل ما هم، أنت أيضا. لذلك لا تحزن لأن كلنا واحد. خل دائما شعارك في الحياة السعادة تنبع من داخلك، لا أنتظر أن أحد يجي ويخليني سعيد، لا أنا أسعد نفسي، أرضى بما قسمه الله لي وأستمتع وأستغل هذا الشيء لصالحي ولصالح من معاي وأفرح. قبل شوي على البحر شفت مجموعة من الشباب كانوا جالسين متمللين، ولكن فجأة لقيتهم في غاية الضحك والغشمرة والسوالف. قمت أراقبهم، اكتشفت أنهم فجأة جات في بالهم فكرة أن يلعبون لعبة جماعية، بدل ما كل واحد فيهم ماسك جواله، تركوا الجوالات وطبوا البحر مع بعض. كانت لعبة جماعية حلوة، اجتمعوا فيها هم الخمسة أو الستة، لعبوا وضحكوا وتغشمروا، صراحة امتعونا وإحنا جالسين من بعيد. وعرفت لحظتها فعلا أن أنا بإمكاني أستمتع بمهارة الجديدة، مو بلازم أحط سكوبر وأقرب أغاني ولا أجيب لي شاري، لا متعة في البحر. واحد من الإخوان كتب لي يقول لي حسن أنا متعت لما ألعب كيرم مع عيالي في البيت، الثاني قال لي أنا متعت لما ألعب كرة قدم في الصالة في البيت. تخيلوا يعني المتعة أنا ممكن أخلقها من أي مكان وأكون راضي فيها مستمتع فيها وأمتع كل اللي حولي. لا تنظر للآخرين، شوف والله فلان مأجر له يخت، شوف فلان عنده شقة، شوف فلان عنده مبنى، عنده فلة، استمتع حتى لو القليل. أحيانا نملك المال الكثير ولكن نفقد الصحة، وأحيانا نملك الصحة ولكن لا نملك المال. لذلك ارضى بما قسم الله لك. كل منا يتمنى يكون له شقة في هذا البرج أو في هذا البرج أو في هذا المبنى أو ذاك المبنى، صح؟ كلنا كنا يريد ويريد، لأن طلعته جميلة وأخذ مرة متميزة ومقام مريح ومناسب للعائلة، وأيضا شيء جديد في حياتنا مش غلط إن نحلم لكل، ولكن إذا ما كان فما أزعل، بالعكس أتمنى لهم الخير من سكن هناك وأقول لهم الله يوفقهم، لأن أنا بعد ساكن ومرتاح أيضا. اللي خلاني أقول هذا الكلام أحد الأخوة بعث لي رسالة يقول لي أبو علي تنزيل عندي شقة في اللؤلؤة حتى استمتع بالبحر. ما عليه، تستمتع في اللي عندك أيضا. تعرفين لما تكون على البحر جالس تفكر ساهي بعيد، تشوف هالمنظر، تتأمل هذه الإيجابية، وفجأة يجي لك اتصال، ويجيك مثلا اتصال من ولدك ولا من والدتك ولا من بنتك ولا من زوجتك يقولك وينك، اشتقنا لك، ما شفناك، وين رحت. يا استمتع بحياتكم، بإجازتكم، في يومكم، خلنا متفائلين ونحب الحياة ونحب الخير لنا وللآخرين. قاعد أحاول أشوف أحد في الفترة الجاية في شاليهات سميسمة، كثير من الأخوة والأخوات مدحوها لي وقالوا لي حسنة تفوتك، إن شاء الله بحاول المرة الجاية أروح. لا تروح بروحك، خلها جمعة، جمعة أهل، أصدقاء، زملاء، محبين، لكن لا تروح بروحك عشان ما تقعد. مش دائما الوحدة تكون شيء إيجابي، أحيانا تكون شيء سلبي لأنها اتجاه واحد في التفكير فقط. ولكن لما يكون مع مجموعة لا، ممكن تتوجه أفكارك لأمور كثيرة قد تكون إيجابية، وأغلبها إن شاء الله تكون إيجابية. مش شرط أن تنتقي من تجلس معه، ابعد عن الناس السلبيين، ابعد عن الناس المحطمين، وخليك مع الناس اللي يبنون فيك الأمل. قد تكون هذه الصحبة هي نصفك الآخر، وهذا الأجمل، نصفك الآخر، الزوج أو الزوجة قد يكون عامل إيجابي في حياتك.